الصين واحدة من الدول الكبرى في العالم، قد لا تتخطى معلوماتك حدود معرفة أنها واحدة من أكثر دول العالم سكانا. في المقطع الآتي ستكتشف معنا 15 حقيقة قد لا تعرفها عن الصين وفقا لما رصده موقع بيزنس إنسايد الأمريكي. ومن بينها: أولا، تستطيع خطوط السكك الحديدية في الصين الدوران حول الأرض مرتين، وذلك نظرا لبلوغ طولها مجتمعة 93,000 كيلومتر، في حين يبلغ طول الكرة الأرضية 40,075 كيلومتر. ثانيا، تشهد الصين قطع 20 مليون شجرة سنويا للإيفاء باحتياجات المواطنين من الأعواد الصينية الشهيرة والتي تستعمل في تناول الغذاء. ثالثا، يبلغ وزن احتياطي الصين من الفحم ما يعادل وزن 575 مليون حوت أزرق، والذي يقدر وزنه في المتوسط ب 200 طن. رابعا، أنتجت الصين كميات من الإسمنت في عامين فقط تعادل ما أنتجته الولايات المتحدة خلال القرن العشرين. خامسا، يودي التدخين بحياة مليون صيني سنويا، وذلك حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية. سادسا، يبلغ حجم احتياطي الصين من الغاز الطبيعي ما يعادل 1.24 مليار حمام سباحة أولمبي، والذي يبلغ حجمه في المتوسط 88 ألف قدم مكعب. سابعا، استهلك الصينيون عام 2011 بواقع 42.5 مليار عبوة مكرونة نودل، ما يكفي لغذاء شعب الجزائر 38 مليون نسمة بمعدل 3 وجبات يوميا على مدار عام كامل. ثامنا، استهلك الصينيون 51.6 مليون طن من لحم الخنزير عام 2016 و52 مليون لهذا العام أي عام 2017. تسعاً، تحوي الصين 20 ثري من أكبر أغنياء العالم، تقدر ثرواتهم مجتمعة 145.1 مليار دولار. عاشراً، يعيش 30 مليون صيني في كهوف، وهو ما يفوق تعداد سكان المملكة العربية السعودية. 11، تنتج إحدى مقاطعات الصين 8 مليارات زوج من الجوارب سنويا وتصدر لدول العالم الثالث. 12، يبلغ معدل الانتحار في الصين ضعف معدلات الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة. 13، تعادل مساحة الصين مساحة القارة الأمريكية تقريبا. 14، رغم أن الصين تزرع المحاصيل على 7% فقط من مساحة الأراضي القابلة للزراعة، إلا أن 25 من سكان العالم يعتمد على محاصيلها الزراعية. 15، ويتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للبضائع الفاخرة على مستوى العالم، إذ ينتظر أن يزيد معدل إنفاق الصينيين محليا بما يعادل 3 أضعاف بحلول عام 2020 ليبلغ 6.18 تريليون دولار بحلول عام 2020، وذلك بعد أن كان 2.03 تريليون دولار عام 2010. وفي الأخير نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ادعمونا بلايك واشتراك في القناة. شكرا أصدقائي.